بصوا يا جماعة، ده شكل الفستان، هي نفس الصورة، هي نفس كل حاجة. اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني الفكرة هتعجبك قوي. انا بس بزقه شوية كده. بصوا الفكرة هتعجبك قوي. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. مع تحيات تعليم الخياطة عمري محمد. يا رب تكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك. فستان كب من الصفر بطريقة جميلة قوي قوي ورحمة الله وسهلة. وبركاته، ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا النهارده هنعمل مع بعض فستان جميل قوي قوي، بس الحقيقه اسمه مش معروف خالص. يعني ايه اسمه مش معروف خالص؟ يعني انا ما اعرفش هو ينتمي لانهي دوله وانهي بلد بالظبط، جزائري، مغربي، مصري. فاكتبي لي في التعليقات لو تعرفي الاسم بتاع الفستان ده بالذات، لان هو فستان جميل قوي قوي وصورته كمان جميله قوي وعجبتني الفكره. يلا بينا نبدا. بص بقى، اول حاجه خالص كده الفستان كاب وليه جاكيت. الجاكيت ده معمول بطريقه جميله برضك، وده كله هنشرحه بطريقه سهله قوي قوي ومن الصفر. يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي خالص كده هنبدا نعمل الكاب بتاعنا من عند دوران الصدر هنا اهو، فوق دوران الصدر بالظبط، نص نص حردة الابط. وهنبدا نحط خط كده عليها، وبعدين هنعمل الكاب بالشكل ده، ونروح طالعين كده ونروح نازلين. الكاب بتاعنا طبعا زي ما قلت لك قبل كده هو انواع. بالنسبه للبطرون الاساسي يا جماعه، البطرون الاساسي موجود تحت في صندوق الوصف. الناس الجديده لو اول مره تشرفني هتلاقي البطرون الاساسي في موجود في صندوق الوصف. ولو اشتركتي وفعلت الجرس هتلاقي ان انا كل مره برسم البطرون الاساسي، وكل مره بيبقى له شكل مختلف وبيبقى شكله اجمل من كل مره بعمله فيها. تمام كده. دلوقتي يا جماعه قصيت الكاب بطريقه سهله وبسيطه قوي. هبدا افصل بقى الامام عن الخلف، مفيش اي حاجه خالص في التصميم ده بالنسبه للكاب. يعني الكاب عادي خالص، مفيش اي تقسيمات او اي حاجه زي كده. هو متقسم على جسم، على مسافه الجسم او على مقاس الجسم. ده الامام يا جماعه اهو الكاب الامامي، وده هنا الكاب الخلفي. تمام كده. هو متقسم على تقسيمه الجسم، يعني مفيش فيه اي زياده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش متقسم قوي لدرجه ان انت ممكن ايه يتعبك وانت لابساه والكلام ده كله. لا هو جميل قوي كده وهتلاقيه حلو وسهل. ثانيه واحده. تمام كده. وادي الكب يا جماعه عملته بطريقه سهله وبسيطه قوي. ده اللي هيتحط مع الجيبه بتاعته عشان خاطر نقدر نعمل بعد كده الجاكيت بتاعه. تعالوا بقى نعمل الجيبه. الجيبه دي بالذات هي اللي بحب اعيدها لهدف معين. ايه هو الهدف؟ ان انا مش برسمها كتير، الجيبه بالذات مش برسمها كتير. هو ليها فيديوهات على القناه وكل حاجه، وانا عامله لها كذا فيديو، بس كفيديو جيبه مخصوص او فيديو مع فستان وكده فلا، بحب ارسم الجيبه قدامك. يلا بينا نبدا بقى. اول حاجه خالص هنحط دوران الوسط. تمام كده. دوران الوسط معانا او ربع دوران الوسط معانا 8 سنتي هنبدا نحطه. وبعدين هننزل بطول الجنب. طول الجنب بتاعي، طول الجنب بتاعي هيبقى بالظبط 10 سنتي. مسافة افتراضيه، افتراضيه عشان الناس طلبت مني قالت لي يا مريم دي حقيقيه ولا افتراضيه. لا انا بقول لك اهو افتراضيه. تمام كده. وبعدين هنبدا ان احنا ننزل بخط مستقيم. بعد ما اعمله خط مستقيم احاول ان انا اجيبه ايه خط كده مايل كده، ويبقى نازل ايه نازل على ما فيش. شايفه ازاي بالشكل ده؟ طيب دلوقتي بقى هنبدا ان احنا ننزل يا جماعه بالخط بتاعنا اهو. طبعا الجيبه معموله بشكل جميل قوي، بس ممكن ما اخدش الزاويه كلها اهي. انا كل ده بس عشان خاطر اجسم لك الحته دي واوريك. تمام. وهنبدا دلوقتي. ادي الجيبه اهي، الجيبه اتعملت بشكل سهل قوي قوي بسيط، ما فيهاش بنس بالمناسبه. لو عايزه فيها بنس اكتبي لي في التعليقات. جيبه معموله بردك على دوران الوسط بالظبط. تمام. وهبدا ان انا اقفلها التصميم بتاعي بطريقه سهله وبسيطه اهو. على فكره البنس، اي طريقه بنس بتبقى سهله، لان انا قبل كده شرحتها في فيديوهات خاصه ان البنس بالذات بتبقى ايه، ان انت تجيبي اي دوران وسط بالنسبه للبطرون العادي او بطرون جيبه او الكلام ده كله. بتجيبي اهي يا جماعه الفستان. تمام كده. ده الفستان اللي ده الاجزاء اللي هتظهر. الكب مش هيظهر، الكب مع الجاكيت مش هيظهر. فانا عملت الكب بس عشان اوريكي كل الاجزاء. وده يا جماعه الجاكيت هنا اهو. الجاكيت بقى اللي مليان شغل، شغل جميل قوي 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 وحلو قوي. يلا بينا بقى نركز. هشيل اول حاجه من تحت دي، وبعدين هعمل تعديل على حردة الرقبه بتاعتنا عشان خاطر بس ايه فيها شويه تعديلات جميله. اول حاجه خالص كده هنبدا ونسيب نص سنتي بالويم كده بالشرط المسطره،
وهنبدأ ننزل حردة جديدة. ايه الحردة الجديدة؟ هتبقى دايرة كده، وبعدين هناخد دايرة اكبر منها، وبعدين هنوصل لدايرة بالشكل ده، شايفة ازاي؟ كذا دايرة. طيب وبعدين هنبدأ ان احنا ناخد الحردة الخلفية، وبعدين هنيجي بقى، مش هنقسم طبعا الجاكيت بتاعنا، بس هنعمل فيه حاجة تانية بعد ما نقص. طبعا هوريهولك، وهقص طبعا الامام الاول، الخلف الاول هقص، وبعدين الامام بالشكل ده، شايفة ازاي؟ وبعد ما قصيت الامام الاول، افصل بس الاجزاء دي عن بعضها عشان خاطر انا عايزة الامام اهو. ده الخلف يا جماعة بتاع الجاكيت اهو، شايفة ازاي؟ نركنه بس هنا على جنب، وبعدين هنبدأ بقى نشيل حردة الرقبة الامامية اللي المفروض فيها كذا زاوية وعاملة زي الورد، وهنشيل كده وهنيجي كده، وبعدين هنبدأ ونكمل ونكمل نفس الحكاية. بصوا كده، شايفة ازاي؟ اي شايفة ازاي؟ بطريقة سهلة بسيطة قوي قوي، تمام كده. تعالي بقى نفتح الجاكيت بتاعنا اهو، نفس الصورة. تعالوا بقى نفتح الجاكيت عشان ندخل فيه. هي المفروض انا هنعمل كلفة، بس انا مش هعملها كلفة، انا هعملها رسمة، تمام كده. تمام. طيب وبعدين كده هنعمل ايه تاني؟ بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب التصميم ده من هنا كده، وهنبدأ ان احنا نعمله زاوية من الجنب ده، تمام. الزاوية دي هتبقى هنا اهي، وهنيجي كده اهي، بصوا هتبقى كده اهي، شايفة ازاي؟ اهي زاوية، نحاول نخليه زي الزاوية كده. تعالوا بس ثانية واحدة اهي، بالشكل ده يا جماعة وبالصورة دي، تمام. وبعد ما عملت كده الزاوية بتاعتي دي، ماليش دعوة طبعا بالخلف دلوقتي، خليني ايه موجودة مع الامام. بالنسبة بقى اللي في النص دي، اللي في النص دي ممكن نفتحها لو انت حابة، ممكن تفتحيها ممكن تسيبيها، بس انا هسيبها. عايزة تفتحيها انت؟ تمام، انا هسيبها ليه؟ عشان هرسم عليها. هي فتحتها على اساس ان هي ركبت مكانها كلفة، تمام كده اهو. هوريكي بقى شكل الفستان والجاكيت نفسه هيبقى عامل ازاي. بالنسبة للكم، هتلاقي الكم تحت موجود في صندوق الوصف برضك، بطريقة جميلة قوي ومميزة وبطريقة سهلة، تمام. وهنيجي من هنا برضك يا جماعة كده. ثانية بقى اجهز القلمة اللي انا هبدأ ارسم بيها الجاكيت ده والكم كمان بتاعه، ثانية واحدة. بصوا طبعا يا جماعة في الصورة هتلاقوا ان هو الفستان اسود وهما شغالين بالذهبي، فانا هو الفستان معايا المفروض عاملاه على ورق ابيض، فانا هشتغله بالاسود كورد يعني، تمام كده. فهنبدأ ان احنا نرسم الورد واحدة واحدة كده. وطبعا انا اول مرة او تاني مرة ارسم قدامك الورد بطريقة سهلة، ونحاول ان احنا نرسم ايه نفس الرسومات الموجودة في الفستان بتاعنا. وهنبدأ ان احنا نعملها من هنا اهي كزوايا، تمام كده. وهنيجي واحدة واحدة كده، لان هو كله مرسوم اساسا، تمام كده. وهنيجي من عند الديل بردك هنا اهو، من عند باقي الفستان، تمام. وبعدين هنيجي من هنا اهو اهي، تمام كده. وبعدين هنيجي من هنا، ثانية واحدة بس، بس اهم حاجة تقولي لي اسم الفستان ده ايه، ومنتمي لأي دولة، جزائري مغربي مصري، قولي لي هو منتمي لأي دولة، تمام كده. بصوا يا جماعة لحد الآن احنا ظبطنا الرسمة من اول هنا. بعدين هنيجي بقى من هنا كده، ونروح ماخدين نفس الزاوية بتاعت الوردة بتاعتنا دي اهي، ونفس الزاوية من هنا اهي، تمام. لان خدي في بالك انا عاملاها اصلا زي الوردة، وبعدين هنثبتها هنا بدبوس، والناحية التانية كأنك انت مثبتها بدبوس، تمام. دلوقتي ده شكل الجاكيت، وكفاية اول رسومات لحد كده. تعالوا بقى هنا لشكل الكم بتاعنا اهو. الكم الاولاني هيبقى شكله برضك هيبقى ورد بقى كمان، تمام كده. وبرضك هيبقى فيه فروع، انا بشرح لك ليه الرسمة، هقول لك ليه بشرح لك الرسمة، عشان لو انت هتعملي التصميم فتعرفي ايه الرسومات اللي ممكن تستخدميها، وايه الاشكال اللي ممكن تليق معاها، تمام. تمام كده. وهنبدا ان احنا نعمل فرع هنا، بس المفروض ان انا رفعت الورده قوي، ما علينا. وهبدا ان انا ازود فرع تاني بس كده. طبعا لسه بقى كمان هنعمل الجيبه فروع، بس خلونا دلوقتي بس في الاول في الايه الجاكيت بتاعنا، عشان خاطر نظبطه بالطريقه الصح بتاعته اهو يا جماعه. الجاكيت
وادي الكم ركبته فيه، الكم الاولاني وده الكم التاني، تمام كده بالشكل ده. تعالي بقى نيجي للفستان بتاعنا الموجود معانا ده. الفستان بتاعنا المفروض ان هو مفتوح من الجنب ده من عند الجيبة ومفتوح من الجنب ده من عند الجيبة، والاتنين فيهم رسومات. فانا هحاول ان انا اجيب وردة كده جاية عمودية او جاية طويلة، وهبدأ ان انا هعمل الزاوية دي لان هو مفتوح من الجنبين، والدليل على كده ان هو بيوريك اهو، كأنه بيوريك ان هو مفتوح وبيقولك اهو بصي، تمام كده اهي. الان طبعا سيبني فتحة. تعالوا بقى هوريكم الفستان كله على بعضه اتعمل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة اوي 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 اوي. هنا هقفل الفستان واوريه. بصوا يا جماعة ده شكل الفستان، هي نفس الصورة، هي نفس كل حاجة، اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني الفكرة هتعجبك اوي. انا بس بزقه شوية كده، بصوا الفكرة هتعجبك قوي. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. مع تحيات تعليم الخياطة عمري محمد، يا رب تكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك. فستان كب من الصفر بطريقة جميلة قوي قوي وسهلة وبسيطة. بصوا يا جماعة ده الجاكيت بتاعه، وبالنسبة للكب اهو تمام كده، اهو الكب يا جماعة موجود من جوه. اهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني الفكرة هتعجبك، وتفعيل الجرس عشان توصل لكل جديد احنا بننزله. لايك جميل، تعالي اجمل، اشتراك في القناة، كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. فيها من اللي تحت تعليم الخياطة عمري.